نواصل تغطيتنا مشاهدينا الكرام لأحداث هذا النهائي لبطولة الأستاذ طارق المسعود، ويقف معي في هذه اللحظات الشخص حقيقة أو نسميه الجندي المجهول اللي تمت إقامة البطولة باسمه تكريما له لما قدمه للرياضة والرياضيين على مستوى الأحياء في المنطقة الشرقية. أستاذ طارق، نرحب فيك لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي. هلا، حياك الله ويعطيكم العافية. وأحب أشكر أنا شكر خاص شبكة الفارس العالمي، لأنها صراحة تقوم بشيء في دورات الحواري يفوق الوصف صراحة، وتغطية فعلا بفكر إيش متطور، بفكر متطور وشعاركم في الشبكة. وأحب أشكر القائمين على الشبكة على رأسهم الأستاذ علي وجميع الطاقم اللي معه، اللي صراحة يتعبون علشان يظهرون الدورات في شكل طيب ومميز، ويعطيكم العافية. الله يعطيك العافية أستاذ طارق على هذا الإطراء الجميل. أستاذ طارق، أول شيء ودنا تحدثنا عن النجاح اللي رأيناه اليوم في البطولة. النجاح اليوم صراحة لمسته من أول يوم في البطولة صراحة. الشباب معي ما قصروا، والبطولة هذه ما نجاحها ما جاء من فراغ، جاء من تعب وجاء من جهد للشباب على رأسهم أخوي أبو مانع الأستاذ علي اليامي الله يعطيه العافية، هو رأس الهرم هنا، وحسن التنظيم هو اللي أدى إلى نجاح الدورة. وهذا كلام مختصر جدا عن الدورة. أستاذ طارق، طبعا بحكم اطلاعي عن الأمور في البطولة طبعا عرفت أنه يعني وصلك خبر البطولة أنها باسمك بالمصادفة تقريبا أثناء القرعة، شعورك لحظتها؟ والله كان شعوري وقتها ما يوصف، لأن البطولة كانت مفاجأة، وكنت معنا الأخ علي من أول ما بدأ في تنظيم الدورة، وكنت أسأله عن اسم الدورة يقول لي بعدين بعدين بعدين، طيب احنا ايش بنسوي بعدين، طيب انا ايش بسوي بعدين يا ابو زياد. فلما جاء وقت القرعه واجتماع الفرق فاجاني الاخ علي ان الدوره مقامه باسمي تكريم لي الله يعطيه العافيه، وصراحه انا اخذت على خاطري منها شوي لانه من اقرب الزملاء لي في الحواري يعني، ولكن الله يعطيه العافيه ما قصر ويستاهل هو الدوره مش انا، الله يعطيه العافيه. لان استاذ طارق كلمه لمن يعني اصحاب فكره اقامه البطوله باسمك، لمن عملوا لانجاح هذه البطوله اللي تحمل اسمك. والله اكثر شيء اقول لهم الله يعطيكم العافيه، الاستاذ علي اليامي، الاستاذ عبد الله الخثامي، الاستاذ عايض الخثامي، الاستاذ ماجد الغامدي، جميع الحكام، شبكه الفارس العالمي هذه ما انساها صراحه، جتنا في الافتتاح وفي الختام وفي دور الاربعه، والله يعطيهم العافيه، وكل الناس اللي انا ذكرتهم كلهم اشتغلوا في الدوره هذه تكريم لي الله يعطيهم العافيه بدون اي مقابل. وهذا شيء صراحه حط وسام على صدري، وهذا شيء يثبت محبه الزملاء والناس لي، والله يعطيكم العافيه. قبل الختام، هل نترقب النسخه الثانيه لبطوله الاستاذ طارق المسعود؟ والله ان شاء الله ان شاء الله، ما دام انا موجود في الشرقيه ان شاء الله الدوره هذه راح تقام ان شاء الله كل سنه وفي نفس الوقت، وتقريبا اذا ان شاء الله ما تغيرت الفرق نفس الفرق، وما ننسى الفارس العالمي، وان شاء الله ما تجيهم ظروف السنه هذه تعيقهم على اي مباراه ان شاء الله، ولا الفارس العالمي كان مرشح من الفرق المرشحه، وان شاء الله انها تقام كل سنه ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ طارق، وان شاء الله نلقاك في محافل قادمين باذن الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه، الف الف شكر لك يا استاذ علي.